إلا الدستور تلملم شملها مجددا في ديوان الطبطبائي لبحث الراهن من أوضاع سياسية للخروج بموقف موحد حيالها. تعقد كتلة إلا الدستور التي تشكلت على خلفية قضية رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، تعقد حاليا اجتماعا في ديوانية النائب وليد الطبطبائي بغية الاتفاق على إيجاد جبهة نيابية تعمل من أجل الإصلاح السياسي وتحقيق بعض الخطوات الدستورية المهمة لجهة تطوير التجربة السياسية في الكويت. ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الذي يحضره عدد من النواب كتلة التنمية والإصلاح وكتلتي العمل الشعبي والعمل الوطني، بالإضافة إلى بعض النواب المستقلين. ومن المتوقع أن يشهد مناقشة للحالة السياسية الراهنة في ظل تعطل عمل المجلس بعد استقالة الحكومة والتريث في إعلان التشكيل الحكومي الجديد وفتح الباب أمام خيارات المواجهة هذا التعطيل.